بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. إن مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى، فإذا أحب الله عبداً منحه خلقاً حسناً، بمعنى أنك إذا أقبلت على الله اشتققت من كمالاته كمالاً. أقبلت على الكريم تكون كريماً، أقبلت على الحكيم تكون حكيماً، أقبلت على الرحيم تكون رحيماً. فإن مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى، فإذا أحب الله عبداً منحه خلقاً حسناً. لذلك قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، بمعنى أنك إذا أقبلت على الله تتخلق بخلق الله عز وجل، من خلق الله الرحمة. إن رحمت عباده يرحمك الله، فالإقبال على الله من ثماره اليانعة أنك تشتق الكمال منه، وبهذا الكمال الذي اشتققته منه تقبل عليه به. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، باء الاستعانة. فأنت بكمالك الذي اشتققته من الله من خلال الاتصال بالله، هذا الكمال الذي تخلقت به يعينك على أن تقبل على الله إقبالاً أعمق وأبلغ. لذلك الأخلاق أصل في هذا الدين. النبي الكريم يتمتع بمئات الخصائص التي يتميز بها، أما حينما مدحه الله عز وجل قال: وإنك لعلى خلق عظيم.